بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، مرحبا بكم معنا في هذا الموعد الإخباري، ونتطرق فيه لأهم أخبار السودان لهذا اليوم. ونبدأ بالعناوين: الحلو يعلن عن بادرة حسن نية لحل سلمي للصراع في السودان، والكشف عن إحباط محاولة لتهريب نافع من سجن كوبر. في عنوان آخر نطالع إعلان الحالة السابعة المصابة بكورونا في السودان، وإعلامية سودانية مشهورة تعلن أيضا إصابتها بفيروس كورونا. الصين تدعم السودان ب400,000 كمامة لمواجهة كورونا. في عنوان أيضا نطالع بأن 50% من المسافرين أدلوا بمعلومات خاطئة وارتباك بسبب تسلل كورونا عبر المطار. وخروج أول حالة في السودان من الحجر الصحي تمثلت للشفاء، ومقيمون بالقاهرة يتهجمون على السفارة السودانية، ومخابز بالخرطوم ترتب لإضراب عن العمل الجمعة المقبلة. الحرية والتغيير تطالب بمنع وزير المالية من الحديث عن رفع الدعم. ونبدأ معكم بحول الله بتفاصيل هذه الأخبار. في خبرنا الأول، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو عن تمديد وقف الأعمال العدائية من جانبها في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال. وفقا لبيان صادر عن الحركة الشعبية، فإن الخطوة تأتي كبادرة حسن نية من أجل الحل السلمي للصراع في السودان، ولإعطاء محادثات السلام الجارية الفرصة الكافية للنجاح. الحلو بطبيعة الحال وجه جميع وحدات الجيش الشعبي بالامتناع عن أي أعمال عدائية باستثناء حالة الدفاع عن النفس وحماية المدنيين. في الخبر التالي، كشفت أخبار صحفية عن فشل محاولة هروب مساعد رئيس الجمهورية الأسبق القيادي بالمؤتمر الوطني المنحل نافع علي نافع من سجن كوبر، وذلك قبل 3 أسابيع، حيث أن معلومات وصلت من الاستخبارات العسكرية لسلطات بالسجن تفيد بالتخطيط لهروب المتهم. المصادر ذاتها أضافت أن إدارة السجن رفضت السماح لنافع بالمشاركة في عزاء خالته بسبب طلب الإذن المخصص لإقامة العزاء، والذي ذكر فيه أن العزاء يقام بضحية الرياض في الخرطوم، لكن الأسرة قالت إن العزاء في أم دريوة شمال بحري. صحيفة الصيحة التي أوردت الخبر أشارت إلى تجمهر نحو 400 شخص من أقرباء نافع أمام مباني سجن كوبر للتعزية نافع فور خروجه، إلا أن سلطات السجن تراجعت عن القرار ورفضت مشاركة نافع العزاء بعد تغيير مكانه. إدارة سجن كوبر شددت على إجراءات طلب الأذونات ومنعت أي زيارة لأسر المتهمين بخلاف المتعلقة بالأكل والشرب بجانب المتعلقة بتلقي العلاج في المستشفيات، وقالت إنه تم إخلاء كل المعتقلين من المستشفيات باستثناء الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج الذي يتلقى العلاج بمستشفى داري العلاج. في خبر آخر، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أنه تم تأكيد الحالة رقم 7 المصابة بكورونا، وذلك بعد الفحص المعملي الخاص بهذا المرض. الحالة 7 تخص رجلا أجنبيا في 60 من العمر، كان قد وصل إلى السودان قادما من الإمارات العربية المتحدة يوم 14 من مارس 2020، وتتم حاليا الرعاية الصحية للمريض في إحدى عنابر العزل بولاية الخرطوم، وبدأت متابعة المخالطين، وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية بأي مستجدات. في خبر آخر، أعلنت الإعلامية السودانية المعروفة رنين ميرغيني إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر إقامتها بدولة الكويت التي تعمل بها. وأورد موقع النيلين إن المذيعة والتي تعمل بإحدى المحطات الكويتية هي بنفسها نقلت الخبر لأصدقائها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. الإعلامية التي تعاطف معها المئات من أصدقائها الإعلاميين والمطربين ونجوم المجتمع كتبت أنها لم تكن تصدق كما لم يكن يصدق العديد من الناس هذا المرض، لكن للأسف ها أنا أصاب بفيروس كورونا ومحتاجة لدعواتكم. بطبيعة الحال فور نشرها للتدوينة تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشرها عبر صفحاتهم، وتمنوا الشفاء العاجل للإعلامية
الشابة. في التعاون السوداني الصيني تسلم اليوم السودان كدعم أولي 400,000 كمامة طبية تم تقديمها من طرف جمهورية الصين الشعبية. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس لدى تسلمه المعدات الطبية من السفير الصيني بالخرطوم أن هذا الدعم يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. الوزير أضاف في تصريحه أن العالم تابع بإعجاب مقدرة الصين على مجابهة هذا الوباء لحماية شعبها وعكس تجربة وقصة نجاحها إلى بقية شعوب العالم. من جانبه السفير الصيني بالخرطوم ما شين مين قال إن السودانيين بمختلف مشاربهم عبروا عن تعاطفهم ودعمهم للشعب الصيني إبان محنته في مواجهة كورونا. وأضاف السفير أن الوضع في الصين حاليا يتجه نحو التعافي التام من كورونا والحياة عادت إلى طبيعتها واستطاعت الدولة أن تعمل في وقت واحد لاحتواء الوباء والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. السفير الصيني أشار إلى أن تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم يحتاج إلى التعاون الدولي لمجابهته وبيّن أن الصين عملت على تفعيل التعاون الدولي لتنسيق السياسات وإجراءات المكافحة وتقاسم المعلومات عن هذا الوباء وطرق العلاج وتقديم المعونات إلى منظمات ودول عديدة. السفير الصيني قال إن هذه المنحة التي قدمتها حكومة بلده اليوم للسودان ستساعده في مواجهة فيروس كورونا وأكد أن الحكومة الصينية قررت تقديم مزيد من المعونات الطبية إلى السودان في المرحلة المقبلة. في خبر آخر، بدأت أحوال وزارة الصحة بولاية الخرطوم مرتبكة بعد ظهور كل حالات كورونا ضمن الرحلات الاستثنائية التي كانت بطبيعة الحال دخلت عبر مطار الخرطوم، وذلك إبان فترة الاستثناء التي مضت مؤخرا وكانت مدتها 48 ساعة. قلت أن كل هذه الحالات ظهرت ضمن هذه الرحلات الاستثنائية، لكن المشكل هو أن 50% من ركاب الرحلات القادمة إلى السودان في هذه الفترة أدلوا ببيانات خاطئة معلومات مغلوطة وأرقام هواتف غير صحيحة، وبالتالي تعذر الاتصال بهم. طلبت الوزارة اليوم في تعميم صحفي اليوم الثلاثاء بقية الركاب أي 50% بالاتصال على الرقم 221 لمتابعة حالتهم الصحية، نظرا لأن كل حالات الموجبة لفيروس كورونا بالبلاد حتى الآن كانت قد قدمت من الخارج. في خبر آخر، خرج المواطن الإسباني مانويل مارتينيز من مركز جبرة للطوارئ مساء اليوم الثلاثاء كأول حالة تشفى تماما من فيروس كورونا في السودان. مارتينيز كان قد دخل المركز في 18 من الشهر الحالي بعد أن شعر بإعراض كورونا، وأبلغه الطبيب الأمم المتحدة بالسودان أنه مصاب بالفيروس وأن نتيجة الفحص كانت موجبة ما يستدعي دخوله إلى الحجر الصحي. مارتينيز الذي خرج اليوم وشفي من الفيروس قال في مقابلة حصرية مع وكالة السودان للأنباء: كانت تلك من أصعب اللحظات، لكن الإنسان حين يدرك وضعه يستطيع التعايش معه، لذلك من المهم بالنسبة لي أن أعرف أنني مصاب حتى أتكيف مع الوضع. في خبر آخر، انتقدت الحكومة ما أسمته تهجم بعض المقيمين بالعاصمة المصرية القاهرة على السفارة السودانية طلبا للإيواء إسوة بالعالقين الذين أعادتهم الخرطوم من معبر أرقين إلى القاهرة. وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية الثلاثاء قال إن بعض المقيمين في القاهرة تهجموا على السفارة السودانية في مصر طلبا لإيوائهم، وأوضح صالح أن المبالغ التي رصدتها الخرطوم تكفي العالقين فقط ولا يمكن لبعض المقيمين تهجم على السفارة والاحتكاك مع الأمن المصري. نشير إلى أن الحكومة السودانية كانت قد أعادت الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 1800 شخص من الحدود المصرية قرب معبر أرقين شمال السودان إلى القاهرة، وذلك بعد إغلاق المعابر الحدودية والمطارات ضمن التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، وكانت خصصت ميزانية لإيواء العالقين حتى انتهاء مهلة إغلاق المعابر. في خبر آخر يخص هذه المرة داخل السوداني، أعلن صاحب مجموعة مخابز ود عكاشة عصام الدين عكاشة عن توافق عدد كبير من أصحاب المخابز في الخرطوم على الدخول في إضراب عن العمل عقب صلاة الجمعة. عكاشة أضاف أن عددا كبيرا من أصحاب المخابز اتفقوا اليوم الثلاثاء على الدخول في إضراب بعد الانتهاء من عملية صناعة الخبز من الدقيق الموجود بالمخابز، وأضاف لن يكون هناك أي وارد من الدقيق السبت المقبل. الخرطوم في الأيام الحالية تشهد تفاقما ملحوظا في أزمة الخبز، وتزايد
تزايد معدلات صفوف المواطنين أمام المخابز. هذا في حد ذاته خطر الآن في أزمة كورونا، لأن نعرف أن أماكن الازدحام هي خطيرة جدا، وبالتالي فازدحام المواطنين ووجودهم في صفوف أمام المخابز هذا فيه خطر. أصحاب المخابز أرجعوا الأزمة إلى وجود نقص في الدقيق يصل إلى حوالي 60% من الحصة المعتمدة، إلى جانب توقف شركة ويتا عن توزيع الدقيق خلال الأيام الماضية. قبل اليوم كان عكاشة قد صرح بأن المخابز في السودان يمكن أن تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة صناعة الخبز، فضلا عن تعقيد الأوضاع الراهنة الخاصة بجائحة كورونا وارتفاع تكلفة مدخلات صناعة الخبز. يذكر أن عدد المخابز بولاية الخرطوم يبلغ حوالي 3700 مخبز. وفي أخير خبر معنا، نطالع بأن لجنة الخبراء الاقتصاديين بتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان حذرت من اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن الوقود باستغلال جائحة كورونا، وحثت رئيس مجلس الوزراء على منع وزير المالية من الحديث حول هذه الخطوة. واعتبرت اللجنة في تصريح مكتوب أن الإقدام على رفع الدعم يمثل خطا أحمرا وحدا فاصلا بين ثورة الشعب ومن يريدون إجهاضها، وانتقدت بشدة استمرار ذات السياسات الموروثة من النظام السابق والتي أدت إلى انهيار العملة السودانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزير المالية إبراهيم البدوي أعلن عن استعداد لتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين خلال فترة حظر التجوال الشامل التي اقترحها وزير الصحة. الوزير في تصريحاته يوم الاثنين قال بأننا نعيش اقتصاد طوارئ وسنرفع دعم الوقود الذي سيوفر لنا 250 مليار جنيه نستفيد منها في خطط الوزارة لتقديم السلع التمويلية الأساسية خلال أيام الحظر المرتقب. إلى هنا مشاهدينا الكرام، مشاهدتنا الكريمات، انتهى هذا الموعد الإخباري والذي طالعنا فيه أهم الأخبار والأنباء في السودان لهذا اليوم. استودعكم في أمل الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.